قصاصة موحدة بديلة عن هويات الأجهزة الأمنية الكثيرة. بدأت بإصدارها عمليات شرق الأنبار من خلال دمج القصاصة الأمنية للجيش وباجي المنطقة لفوج الطوارئ بهوية تعريفية جديدة تحمل معلومات الأسرة بأكملها. قيادة عمليات شرق الأنبار تقول إن حامل هذه القصاصة يمكنه التجول في مناطق قاطع العمليات وهي معرفة من قبل قيادات العمليات الأخرى. شرعنا بتشكيل مركز أمني للتدقيق أو لجنة مشكلة من قيادة عمليات شرق الأنبار وكافة الجهات الاستخباراتية والأمنية الموجودة في شرق الأنبار لتدقيق العائدين مرة أخرى وذلك لتبديل القطعات ولإعادة الانتشار. هذا التدقيق يهدف لربما هناك بعض العائدين الذين تجاوزوا لجنة التدقيق الأمني التي شكلت في شرق الأنبار وقد سكنوا بدون تدقيق أمني، أو ربما هناك بعض العائدين من خلال الطريق الرابط ما بين بغداد وغرب الأنبار، لربما هناك بعض الداخل الأمنية في الوجه. هذه اللجنة تهدف فقط إلى تحديث القصاصات التي دخلت بها العوائل النازحة من فترة من 17/9/2016 ولحد الآن. اختزال هويتين أمنيتين بهوية واحدة يعزز شعور المواطنين بالأمن، هكذا ترى قيادة العمليات في شرق الأنبار. وأكثر من ذلك فهي تسعى إلى توحيد قاعدة بيانات القاطنين ضمن قاطعها للكشف عن الذين سكنوا دون علم القوات الأمنية. قبل احنا كانت عندنا قصاصتين نفتر بها، يعني قصاصتين نطلع للصقور، وهاي اكو بعض القصاصات يقول لك احنا ما نعترف بها او شيء، فهاي القصاصه هسه حاليا ما اعترف بها خارج الفلوجه او بداخل الفلوجه باي مكان القوات الامنيه. موضوع القصاصه الامنيه اللي حيسوها ان شاء الله بالجديد اللي هي قاعده عمليه شرق الانبار يوميا 100 عائله، جيد جدا، يعني احسن ما نروح خارج الفلوجه المقر القبل اللي يعني اللي بيت البرديني، يعني راح يوفر اجور نقل علينا. لكن الحمد لله والشكر اليوم 100 عائله ممتازه بلشوا بموضوع القصاصه الامنيه الجديده بالحي العسكري. الفلوجة تضم 4 مداخل، والهوية الجديدة ستدخل ضمن المستمسكات الثبوتية التي دائما ما يحملها المواطن عند السيطرات أو عند مراجعة الدوائر الحكومية. لقناة الفلوجة، سلام خالد.